Fenchel Airy Media. سلام تخاتلتي مربات فنقل اير ميديا كمي تعلو كمي تنسيو ابزلخمو سلام قسانه ناتمنقو نلوم سنبت بلكو قال اي تعس مربات حيزه قريب لكو كم تلمود نمك تالكم بخبرنا عدمكو نقول لكم صعبتي امنات مسلمنا انكو انابزو كبر عيد ابصحكم قبل دلي نلوم زبلكو اگر دست زعبان تحستاتن حيزه قريب لكو سناي مكتتال كبرى تهاتاتلتي فنقل اير ميديا تمالي دا كونتننت زيت بحالت هببت مجيهت ابقاتاتا حادة تحسو زرقحانيرا اتز زرقحاتو تحوف نزبزوحو اهزاب عالم اززارا بخوينو يركبالو ازي دا كونتننت a place for the emperor ابتحت زبلار استي زرقحاتو زلا سفح تحوف انتنتانن نتا ابي احمد اب ايتي بيازهان تزلو 10 بليون دولار زود منبر بيت زملكتيو متيه ده كونتيننت نزا ابي احمد جهان تزلو هنت از ملكت زتفلا لي مستيرات املقا تركبالا اتمولي قزلو مستيراتن اوچات تزلا زرزراتن سفيحن ابنيو بصمق زبل منغدي ناباخوم يقربلخو دگيمه سناي مكتتال اتي اب حد اوان رغون سلماون زنبره غوتات يكا ني اديس ابا ابز حج ساعات بدنت دو زوراتن عبيت ماشنرن تناويتي ركب ازو كله زغبر زلا منقسقاسات منبر بيت نايتي مراحي ايتيوبيا زكونا ابي احمد 10 بليون دولار زود نعون مهنات زغبر زلا مشبشابن عقرقرنيو حزب ايتيوبيان زتفلالي مراحت نايت هاجرن نا ابي احمد كابي مچي زكند ز زاكل منبر بيتن نعز و صباجتن ابز حاتت الاوان ابي احمد ازي نمسرح منبر بيتو زوت زولا غنزب بعلو زا اكوبون كابيلون كي حطو كم زوتن كوقوم حدوان مراخبتاتنا ايتيوبيا غاليتن منبارن ازكر كتبل تحفاتات فلم ازي اب حموشة ميتن سلستن هكتار زسف حاتو مريت زهن نزلو منبر بيت نايعشن مراحي ايتيوبيا ابي احمد سب سرحو قلاين سب سرحوم سيا قرابن زتقال ليو ازي سب سرحو قلاين سبز سرح قرابن ابت منبر بيت نقهن نچن نخدو كونن 9 مليون دولارات وچايتا زحتتيو مخنياتو كوم عينت ترئتات ابز عالم او وحدات بوتاتاتن او وحدات هابتامات بليونوراتن تراي تراي سلز خونا متيهد دو كونتننت تحفاتا بمقتال نابزي زهن نزلو حدش فنطا منبر بيت ابي احمد 27 كيلومتر زنوحاتو ترقيا بزي تفلالي عنفتات ناو ازوتو اب مسرح يركبالو ازي هنتا اتي مستيراوز خونك فالو ابي احمد علوا من قسن تقاتيمو زعوكو بولون زهاد مولون قلاراتاتن تحت مريت زتفلالي ترقياتاتن يسرحالو كم دلاء نجي مستيراتا قالعا تركب زلا نجي سرح زلو ناي تحت مريت معقبن قلاراتاتن انجينيرات ناي وطا هاقرات بممتا يهان تو كم دلو وسيخه ترد اتو مابجي نا 10 بليون دولار زهنه تصل زلو منبري زنبروز نبر سبات تولت كلل امحرا ناب دبر ابراهيم تولت كلل اورومو نا ولغا خدو قطين تزاز كم زتوهبون اتو كابت وتا ملكا زابي سبات كا باس جداد كم زتاسرون منبر بيتم كم زفرسن متيهد دو كونتيننت وسيخه ترد متيهد دو كونتيننت نوهابيت قال قدام اي منستر ايتيوبيا عشال ابي احمد زغنت بلينسيوم بتليفون ابز قربت لحتو نمنتايم ابت كبابز نبر حزاب بحايلن باس قدادن كابتز نبر لبوتا كفنقلو تدليو زبل حتوم سقربت لا بلينسيوم اتوم اوز نبر سبات بحقن بس نسرعتن كاون خر حقو كم دتا قبرن اتوم مرحق زابي سبات كا بحقاو منقدي بحايل كم دلقوقن بمقلات اب ايتيوبيا مريت ناي منقسيو መንግስት ኻዝ ደልዮ ፕሮጀክት ካህነት እንተደልዩ ነቶም አውዝ ነብሩ ሰባትን አዛብን ካው ኮልቁቆም ስልጣን አለው ክትብል ወሲኻ መረዳታ ከምዛሃበታ ተገለጽ አብዚ ነ 10 ቢሊዮን ዶላር ፕሮጀክት ዝህነ ጸል ዘሎ መንበር ቤት ዘአቱን ዝወጽን ሰብ ደቂቅ ምክታልን ተፍትሽን ይዝግበረሉ ብዙሪያ ናይቱ ፕሮጀክት አብዘርከብ ك
ከባቢታትን ጎቦታትን ሲቪል ዝገበሩ ኣካላት ፀጥታ ተዘሪዖም ከም ዝረኣዩውን መፅሄት ደ ኮንቲነንት ኣብዚ ጽሑፍ የትያቶ ትርከብ። እዚ ኸ ኣብዪ ኣሕመድ ክሳብ ክንደይ ነዚ ፕሮጀክት ምስጢራዊ ብዝኾነ መንገዲ የሃንጾ ከም ዘሎ ካብዚ ክንርዳእ ንኽእል። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ኢትዮጵያ ኣሳት 20 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ህጹፅ ረድኤት ኮይኑ ይርከብ። እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ሓጨርቲ እዋናት እዚ ሓገዛት እንተዘይረኺቡ ህይወቱ ክሃልቕን ትንፋስ ክሓልፍን ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣሎ። 20 ሚልዮን ህዝቢ ዝበልዕን ዝሰትየን ስኢንዩ ኣብ ሓደጋ እንከሎ ኣስታት 10 ቢልዮን ዶላር ወፃኢታት ምውፃእ ከምዚ ዓይነት ህንፃ ምስራሕ ንህዝቢ ዓለም ካብቲ ኣገሪምዎን ኣደንፂዎን ዘሎ ክስተታት ናይ ዒሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ እዩ። ንብሌን ስዮም ዕላማ ዚ ፕሮጀክት እንታይ እዩ? ልዕሊ 20 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጥሜት እናሃለቐ ንምንታይ እዚ ፕሮጀክት ክስራሕ ተደልዩ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበላ ብሌን ስዩም ነዚ ሕቶ ክትምለስ ፍቓደኛ ከም ዘይኮነት እያ ንመጽሔት ዘ ኮንቲነንት ብቴሌፎን ሓቢራ። እዚ ዒሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ዝሃንፀ ዘሎ መንበር ቤት 10 ቢልዮን ዶላር ዝውድእ ፍርቂ ባጀት ናይቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓመተ 2024 2025 ሰሊዕዎ ዝርከብ እዩ። እዚ ጉዳይ ከዓ ዝያዳ ኣተሓሳሳብን ኣካታዕን ይገብሮ። ከምዚ ኣብዪ ኣሕመድ ዝሃንፀ ዘሎ ህንፃ ኣብ ዓለምና ዝሃነፁ ውልቀ ሰባትን መራሕትን ኣዝዮም ውሕዳት እዮም። መራሒ ቱርኪ ጣይብ ሬሲፕ ኤርዶጓንን መራሒ ግብፂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝሃንፀ ዘሎ ካልእ ፕሮጀክትታትን ልክዕ ከምዚ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ተመሳሳሊ ተግባራት ኣብ ዓለምና ኮይኑ ይርከብ። እቶም ሃብታማትን ብዝተፈላለየ ዝናን ስልጣን ዘለዎም መራሕቲ ሃገራት ምዕራብ ከምዚ ኣብዪ ኣሕመድ ዝሃንፀ ዘሎ ህንፃ መንበር ቤትን ቤተ መንግስትን የብሎምን። እዚ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየዱ ዘሎ ፕሮጀክት እቲ ዝያዳ ሓደገኛ ዝገብሮ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣብነት ኣብዪ ኣሕመድ ብምኽታል ህንፃታት ኣብ ምህናፅ ይሸባሸቡ ምህላዎም እዩ። መራሒ ናይ ክልል ኦሮሞ ሽመልስ ኣብዲሳ 1 ቢልዮን ዶላር ዝውድእ ፕሮጀክት ህንፃ መንበር ቤት ኣብ ኣዲስ ኣበባ የሰላስል ከም ዘሎ መጽሔት ዘ ኮንቲነንት ካብቲ ኣቃሊዐቶ ዘላ ዝዓበየ ምስጢራት ሓደ ኮይኑ ይርከብ። ኣብዪ ኣሕመድ ዘካየደ ዘሎ ህንፃ 10 ቢልዮን ዶላር ኢትዮጵያውያን ኣብ ጥሜትን ዕሰምን ዓፀቦን ማሕበራዊ ሽግራትን ሰጢሞም እንከለዉ እዚ ፕሮጀክት የካይዶ ምህላው ክሳብ ክንደይ ኣብ ህዝቡን ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዕቀት ከም ዘለዎን ዘርኢ ክትብል መጽሔት ደ ኮንቲነንት ጽሑፋታት ድምድም። ክቡራ ተኸታተልቲ ፈንክል ኤር ሜድያ፣ እዚ ናይ 10 ቢልዮን ዶላር ፕሮጀክት ኣብዪ ኣሕመድ ዝሃንፆ ዘሎ መንበሪ ቤት ካብ ኢማራት ከም ገጸ በረከት ዝተበርከተሉ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ሰባት ትንታነታትን ጽሑፋትን ይህብ እዮም። እዞም ሰባት ግን ዝኾነ ይኹን ጭብጥታት የብሎምን። ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ሃብታም ኢትዮጵያዊ ኣብዪ ኣሕመድ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ፀጥቱ እንሰበ ስልጣናቱን ኣቢሉ ነቲ ዝሃንፀ ዘሎ መንበር ቤት ዝኸውን ገንዘብ ከዋፅእ ሕቶታት ከም ዘቕረብሉን ነቲ ሕቶታት ምስ ነፀጎ ብኣካላት ፀጥታ ተወሲዱ ምፍራሕ ከም ዝተኻየደሉን ነቲ ዝሓተትዎ ገንዘብ ምስ ሃቦም እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምፍርራሕ ደው ከም ዘበልዎን ሓበሬታ ሂቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። መጽሔት ደ ኮንቲነንት ትማሊ ነዚ ጽሑፍ ድሕሪ ምዝርግሓ ዝተፈላለያ ዓበይቲ መራኸቢታት ዓለም ንጽሑፋታ ሰፊሕ ሸፈን እናሃወየን ዝርከባ ዘለዋ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናባኣሰን እናኸፍአን ይኸደሉ ኣብ ዘሎ እዋን ዒሸል መራሒ ናይቲ ሃገር ናይ 10 ቢልዮን ዶላር ፕሮጀክት ካህነት ልዕሊ 20 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ህጹፅ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ይርከብ። እዚ ኸ ጽንጽዋይ ናይቲ ሃገርን መጻኢ ናይቲ ሃገርን ኣብ ዝተፈላለየ ቀረና መንገዲ ከም ዝርከብ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ መግለጺታት እናሃቡ ይርከቡ ኣለዉ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ፣ ንሎሚ ዳልዩ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትሰምዑ ፅናዕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ጽባሕ ብኻልእ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ። ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብርኹም ሸደ ክሬም ፈንቅል ኤሪ ሜድያ።